بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نبدأ بحل تيدي رقم 3 بيوشيمي في ليزاسيد غرا. واش هما الأحماض الدهنية؟ الأحماض الدهنية واشنو هي؟ هما اللي يكونون الليبيدات عن طريق الكحولات الدهنية والأحماض الدهنية، نقدروا نكونوا ليبيد وهم الدسم. الأحماض الدهنية دائما عندهم سلسلة طويلة، سلسلة كربونية طويلة، حمض الدهني الدهني منين يتكون؟ سلسلة كربونية طويلة زائد في الأخير نلقاو حمض، نلقاو سي أو أش، هذا هو الحمض الدهني. إذا أعطالك قالك في الرابع الذكور قالك أنا سيد قرا بو كونتينير. أعطالك الأولى قالك أن une longue chaîne carbonée، سلسلة طويلة كربونية، إيه صحيح، مرة هذا صح. الزوج قال لك عنده أن ولا بلوزيير دوبليزون، واشنو هي دوبليزون؟ روابط. إذا كي نلقاو السكر هاك، هادي دوبليزون، هاد اللي تلقاو كيما هكذا، هاد هما دوبليزون، إيه فيه نلقاو كاين اللي فيها أن ولا دوبليزون والدهن، ها صح. سي قال لك عنده تريبل ليزون، لا ما يحدد ليش، ما ناش عارفين احنا وشحال عنده فوكسيو كار اسيد، هذا اورغانيك، ايه صح. عنده فوكسيو الكول، لا ما عندوش، معنى هذا الاجابه صحيحه. نروحوا في حكايه التسميه. الاول قال لك اسيد ديدو دو ديكا نويكارا، نو ما تكتبش كيما هكذا، كي نعودوا نكتبوا اسيد إيكو زانويك، إيكو زانويك ماشي دي، هذا غلط. الزوج سي سيس قال لك هيكسا ديكانويك، هيكسا واش معناها؟ ستة، ودي هاي عشرة، 16 من عندنا ستة خاطر، 18 أوكتا ديكانويك هاي 8 والعشرة 18 صحيح، صح. ستة 8 إيكو زانويك معناها 20، وهنا هاي عندنا 8 خالطة، هنا سي 24 عندك تيترا ايكو زانويك، هاي ايكو زانويك 20 وتيترا 4 هاي صحيح، هذا مكان صح. نروحو لل ليكزارسيس رقم 1، نبداو في حل ليكزارسيس رقم 1. قالك دوني لاستركتور اولي ايكلاتي اي ليكريتور سيمبوليك le nom systémique et le nom commun d'acide gras naturel C18 de Doubleize. اولا احنا نبداو بالكريتير سيمبوليك قبل كريتير سيمبوليك، واشنو هي الكريتير سيمبوليك؟ ها هي وراه C18 قال لك عنده دوبليز، زوج دو دوبليز وين هما اصلا عندنا احنا في 9 و 12، هذا 18 دائما في 9 و 12 صح. 2 دلتا معنا كنقولوا 2 ها هو 1 زوج، كون جاو 3 نديرو 3، كون جا 1 زوج 3 صح. نروحو لنكتبو لي كريتير إكلاتي، ها ستريكتور إكلاتي صح. سيكتور إكلاتيك فيه يجي حنا اصلا لاسيد كرا كيفاه داير عندنا؟ لاسيد كرا هاو عندو 18، نديروه تاع زيكزاك كدا، نبداو نكتبو سي او اش لولا، نخدمو هكذا مجموعة، نبداو نحسبو 1 زوج 3 4 5 6 7 8 9 عاني لهاك 3 ندير هاك هنا 10 10 11 12 يعني لحق 12، قلنا 12 13 14 15 16 17 18، وانا هذا الرقم مهم مبقاش الرقم هنا 1 زوج 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صح.
ها هو واحد في التسعة اللي تبدأ من التسعة والأخرى تبدأ من 12 كما عندنا هنا. قال لك أعطي لي لو نوم سيستاميك. نوم سيستاميك وبيا سيستيماتيك عفوا سيستيماتيك وليس سيستاميك سيستيماتيك لو نوم سيستيماتيك كيفاه عندنا هنا رابطة زوج جايين بالشكل هذا يعني هنكتبو سيس سيس هم عندنا زوج وين الأولى في التسعة والزوجة في الاثناش ومن بعد هو شحال فيه 18 نكتبو أوكتا 8 والعشرة نكتبو ديكا ديكا نويك هذا لك نوم كومان نوم كومان واش نكتبو نحو هاد الكتيبة برك نكتبو أوكتا ديكا نويك هذا ماك هذا كاع التمرين كامل نبدا بحل التمرين رقم 2 قالك سي لوم لا فيتامين اف كونستيتوي يتركب من تروا اسيد غرا فيتامين اف يتكون من هذا الفيتامين هذا الحمض الدهني وهذا وهذا صح قالك اعطي لي لا ستريكتور اي نون كومون اولا لا ستريكتور نتاع سي 18 عنده زوج روابط في 9 و 12 هاي وحده في 9 هاي وحده في 12 ونخدم كما قلنا الترقيم يبدا دائما سي او اش قالك السؤال الزاوج الحمض الزاوج الحمض الدهني الزاوج قالك شحال وين عنده وحده في 9 و 12 15 هاي 9 رابطه هاي 12 رابطه هاي 15 رابطه تاع العشرين عنده أربعة الأولى هاي الخمسة والزوجة هاي في الثمانية والثالثة هاي في الحداعش والرابعة هاي في الربعتاعش صح التسمية نتاعو تاع الزوج هذا هو أوكتا ديكانوي الاسم التجاري والاسم التجاري نتاع هذا اللي عنده ثلاث روابط هو أسيد لينو ليني لينو لينيك وهذا نتاع اللي عنده عشرين هذا هو معروف يسموه أسيد أراشيدونيك هادو تسميات تجارية لازم يتحفظوا هذا كيما هذا ثاني لازم يتحفظوا باش تعرف تخدمهم صح سؤالين بعده واش قال لك سؤالين بعده متعلق بالكور ماشي حساب ولا حاجة صح متعلق بالكور باش يعود الجماعة اللي راه فاهم الكور يفهموه واش رانا حين نقولو حنا ان شاء الله اللي بعدو قالك سي زاسيد سي زاسيد غرا كونستيتوي اللي تركب منهم فيتامين اف باسكيل عليه الاولى سي بولينيزاتور لا لا ماشي سي بولينيزاتور الزوجة سي انديسبونسابل و اون فونكسيون دو سيليل صح تحتاجو الوظيفة نحتاجوه في وظائف الخلايا صح و سون دوريجين فيجيتال لا لا ماشي ماش تقصدو حنا بالدوريجين حنا علاه يتركب منهم علاه يحتاج من هذا الفيتامين اف هاد المرة نبو فتات سانتيز بارلو صح ما نلقاوهش عند ال صح يعني السؤال اللي راح نخيره في الإجابة نقوله السؤال بي هو سون إجابة صحيحة سون انديسبونيبل ممكن راه يجيكم في كوسيام ولا حاجة انديس بو انديسبونسابل و بون fonction fonctionnement de la cellule هذا هو A, B, D اللي قلنا عليه
ne pouvait être synthétisé. Pardon. لأهمية ال صح أنا الإجابتين صح هذا هما صح. روحوا للإكزرسيس رقم نيميرو 3 إكزو نيميرو 3 تمرين رقم 3 تمرين رقم 3 واش عطى عليك؟ قالك كالكولي لانديس ديود دو بالميتيك et celui diode palmitique à fond et celui de l'acide arachidonique قال تعطيلي الانديس ديود نتاع الارشيدونيك واش نقولوا حنا الارشيدونيك واش اللي كبر حكينا عليه هو هذا هو سي 20 هذاك اللي كنا نحكوا عليه او عنده دائما ربع روابط كل خطر هكذا بصح كيما اللي قبل عندنا مثال كان في الخمسة وثمانية ولا 11 ولا 14 دائما عنده ربع. هنا في القانون تاعنا في لانديس ديود كالكول لانديس ديود تبقى العلاقة دائما العلاقة اللي عندنا واش يقولك يقولك ام مول واحد مول من لاسيد جران اللي راح ندير له لانديس ديود تاعو واش يقابلو يقابلو اكس مول خطاش لانديس ديود هذا متعلق بال بالاحماض الدهنيه اللي عندها روابط اللي ما عندهاش روابط ما نحسبوش للانديستيود يقولك ان مول داسيد غرا عفوا يقابلو اكس مول من الاثنين من اليود وراح نخدم الخدمه في 100 غرام 100 غرام تقابلها الاي هذه لانديستيود هذه راح نحسبوها احنا صح احنا دوكا في العلاقه نتاعنا هذه مش يقابلها عندنا ام مول من الاراشيدونيك اراشيدونيك واش تقابلها كنا تقابلها اكس مول عفوا الاكس هذه مش تعلق تعلق بالروابط كل رابطه نديرو نعطو لها واحد مول كيما هنا عندنا وحده زوج ثلاثه اربعه معناها نكتبو اربعه مول من الاثنين وعندنا المية واش تقابلها تقابلها الاي اي هذا اللي راح نخدموه يعني الكتله الموليه نتاع الارشيدونيك واش معناها تعبير واحد اخر كنحو المولات نديرو الكتله الموليه نتاع الارشيدونيك شحال عندنا الكتله الموليه نتاع الارشيدونيك الكتلة المولية تاع الأراشيدونيك هي 304 واش تقابلها تقابلها 4 في الكتلة المولية تاع الاثنين عندنا الاي فيه 127 في 2 يعني 254 4 في 254 على 100 هكذا الاي اي يعني الاي اي كي نعاودو نحسبو فيه واش نديرو تساوي هذا في هذا تقسيم هذا 100 في 4 في 254 تقسيم 304 نتيجة شحال تخرجنا النتيجة خرجنا 334.2 هذا الديستيود اللي طلبوا منا صح تم الحل اليوم ان شاء الله تم الحل السيري رقم 3 نتاع ليزاسيد غرا نلتقي بكم ان شاء الله في الحصه القادمه وسلسله جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.